معانا يلا بينا. طبعا الحاج سيد حجازي، كبير مشجعي نادي الزمالك في الكويت، عايز يقول لك كلمة. حاج اتفضل سيد، اتفضل. السلام عليكم حبيبي، ازيك؟ اخبارك عليكم ايه؟ السلام ورحمة الله خالد وبركاته. الغندور يا بندق يا عسل، حاج ازيك؟ حبيبي حاج سيد. حاج سيد على فكرة كان بيعمل لي شرايط الفيديو بتاعت الماتشات. والله والله، ويعمل الله لكل حاجة يحفظك، الزمالك. الله لما الله الزملكاوي دول يبعتها لنا حبيبي، حاجة يعني. الله يحفظك. اتفضل حاج الكويت سيد. كلها بتسلم عليك، والسلمية والجبرية اللي انت كنت قاعد فيها كلهم حبايبك صحيح، بيتكلموا عليك. قزمة، انا لعبت قزمة شوية انا. كنت معاك انا واخد في بالك، القادسية، والجماعة ساعة بتوع شهر قزمة ورجعت. كلهم حبايبك، جاسم كلهم حبايبك، بيسلموا عليك. الله انا يخليك كنت يا حاج عايز بس سيد، اتكلم في نقطتين مش اكتر. اتفضل. النقطة الاولى، يعني انا بهني الفرقة بتاعتنا على الماتش الاخير اللي عملوه مع النادي الاهلي، وبالذات في الشوط الثاني لما مصطفى فتحي نزل قلب الماتش هو وديزيري، عملوا ماتش بصراحة لو كان فيه بالظبط 10 دقائق في الماتش، الماتش كان فيه أكتر من 10 دقائق، تبقى والله ريمونتادا لو كان فيه تاريخية. أكتر من 10 دقائق كنا تعادلنا، بالذات الكورة بتاعت بن شرقي وأكرم دي بلنتي 100%. أنا بقول لك أنا هاتوها لي بشجع دي، الكورة، بس أنا للأسف بشجع كورة ما بقالي، اتعادلش غير من زاوية واحدة. أنا بشجع كورة بقالي أكتر من 50 سنة يا كابتن، وأنت بتتكلم بمنتهى الحيادية وأنا بكلمك بمنتهى الحيادية. واخد بالك اللي عملوه في الماتش الأخير ده؟ أنا كنت بتفرج في قهوة في السلمية، الناس خارجة بتسقف لنعيبة الزمالك علشان الروح، وقال لك هم كسبوا شوط وإحنا كسبنا شوط. واخد بال حضرتك لكن في الحاجة النهاية احنا الثانية؟ خسرنا في النهاية. في النهاية إحنا خسرنا، بس ما بس خسرناش الدوري، احنا خسرنا ماتش. لا الدوري بكره افكرك، النهارده 12، النهارده 12 11، وافتكر اليوم ده افكرك ان احنا هنفوز بالبطوله دي باذن الله، ان شاء الله بطوله افريقيا هنفوز بيها باذن الله. ان شاء الله. واخد بالك؟ وباهم اللعيبه الرجاله، الرجاله بالذات اوباما وابن شرقي وطارق حامد، اللعيبه كلهم رجاله رجاله، شرفونا شرفونا شرفونا. والكوتش بتاعنا الفرنسي الراجل المحترم اللي بيتكلم اللي عينيه كلها كوره ومخه كل كوره، هو خانه التوفيق في اول الماتش بس رجع للماتش في الاخر. واخد بالك؟ والحمد لله بنحمد ربنا. دي الرسالة الأولى يا حاج سيد، الرسالة الثانية. الرساله الثانيه، لازم يا كابتن المجلس المحترم بتاعنا يأجر لنا ملعب، يشوف لنا ملعب، ان استاد برج العرب ده سفر على اللعيبه وبهدله، احنا ده مش خلاص، ما هنلعب احنا هنلعب في استاد في القاهرة استاد خلاص. القاهره. انسى الموضوع ده يا كابتن، انسى. هنلعب في استاد القاهره ماتش واحد، وفي الاخر يقول لك ايه؟ يا استاد السويس يا استاد برج العرب. زي السنه اللي فاتت كده. انا بتمنى من الاداره بتاعتنا المحترمه انها تاجر لنا الملعب، واخد بالك، ونلعب فيه ماتشاتنا، علشان السفر والاجهاد، واخد بالك، ده بيأثر على اللعيبه وبيأثر على تمام المستوى بتاع الفرقه. تمام وانا اشكر الحكم اللي هو اسمه محمد عادل، اللي هو اخرج الماتش بالطريقه ديت، رغم ان احنا لينا ضرب جزاء، واخد بالك، احنا طالعين خسرانين بس مبسوطين ان احنا جبنا 3 اجوان، وكنا هنرجع للماتش تاني. تمام شكرا حاج شكرا سيد. حاج سيد.